يجلس نضال على كرسيه الذي وضعه على شاطئ البحر لمراقبة أطفاله وهم يسبحون داخل البحر، وخلفه أكواخ جميلة زينت بألوان تجذب المصطافين. مبتسما يراقب سعادتهم على وجوههم كونه قد اعتاد على أخذهم بشكل مستمر، فهم قد حرموا حقهم في اللعب والحياة في ظل الواقع الصعب الذي يحياه القطاع. طبعا كل أسبوع إلنا طلع وطش على البحر، والبحر هو المتنفس الوحيد في قطاع غزة زي ما انتم شايفين، من قطعة كهرباء، من أزمة رواتب، الوضع الاقتصادي اللي في البلد، فالناس سبحان الله بتتفشش في طلعتهم على البحر، يعني بغيروا جو. مئات السكان بات البحر مكانهم المفضل الذي يلجؤون إليه كلما ضاق بهم الحال أو ارتفعت درجات الحرارة أو انقطع التيار الكهربائي، فأي رحلة إليه غير مكلفة كباقي الأماكن السياحية. كل الناس موجودة، والأطفال حاليا فترة إجازة، خلصوا امتحانات، وكانت فترة ضغط كتير كبيرة بالنسبة للأهالي وبالنسبة للأطفال. أول وكمان شغلة ثانية أنه مش مكلف هو شاطئ البحر، بالنسبة لكل الناس هو متاح. الكهرباء مش دائما منتظمة، نستغل أنه الكهرباء مقطوعة فبنيجي على البحر، مكان بارد وبيلعبوا الأطفال فيه. عندما تغيب الشمس يحلو السهر على ضوء القمر، وذلك يكون من نصيب الباعة وأصحاب الاستراحات الذين ينتظرون هذه المواسم كونها مصدر رزق لهم. طبعا احنا أسعارنا مميزة، يعني طبيعية بسعر عادي جدا جدا، يعني كل تكلفتها يعني من 3 شيكل ل 4 شيكل وينزل. طبعا القعدات معروفة، 10 شيكل على الشط البحر بكراسيها بطاولتها الشمسية، ورغم ذلك ان احنا بنعمل ايام مجانية طبعا، ونزلنا على صحفتنا أي واحد مش قادر يزور البحر أهلا وسهلا مجانا فيه بأي وقت. الكثير من العائلات في قطاع غزة تعاني من الفقر وسوء الواقع المعيشي، ويجدون من البحر مكانا للتخفيف من أوجاع الحياة. محمد الدعور، الغد، غزة، فلسطين.